السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في هذا التسجيل الخاص بتلاميذ السنة الثانية متوسط، وهو نموذج للفرض الاول للفصل الأول. إذن دون إطالة مع النص، يقول النص: رحم الله زمانا كان فيه الأب الآمر الناهي والحاكم المطلق، ينادي فيتسابق من في البيت إلى ندائه ويشير، فإشارته أمر وطاعته غن، تحدثه الزوجة حية ويحدثه الابن في إكبار وإجلال، أما البنت فإذا حدثها لف الحياء رأسها لفا، وغض الخجل طرفها غضا، يجلب لهم الرزق ويوفر لهم الطعام الكافي والشراب الصافي، يوقظهم قبل الشروق ليصلوا ويجمعهم من وقت لآخر يعظهم فيه، ويقص عليهم قصص الأنبياء والصالحين، وتجري في البيت لا سيما في المواسم الدينية حركة غير عادية، هذه ترتب البيت وتلك تعد الحلوى والطعام الشهي، فتشملهم السعادة ويعمهم السرور، فالأب روح البيت وحياته. الكاتب أحمد أمين، طبعا ببعض التصرف. إذن قرأنا النص مرة واحدة، طبعا لا داعي للتذكير أن التلميذ في المدرسة عندما يعرض له الفرض فلا بد أن يقرأه مرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات حتى يستطيع أن يفهم النص ويجيب على الأسئلة بكل سهولة. إذن مع أسئلة فهم المكتوب، إذن أولا صوغ فكرة عامة مناسبة للنص. الفكرة العامة هي عنوان النص لكن بشكل مكبر. فكرة العامة هي عنوان النص لكن بفكرة أو بشكل مكبر. الفكرة العامة لا تكون في الجزئية الأولى من النص أو الأخيرة، وإنما الفكرة العامة لا بد أن تشمل كل النص. لذلك نقول يتحصر الكاتب، وهذا في بداية الكلام، فقال عندما قال رحم الله زمان، فهنا يتحصر، غرضه التحصر. إذن يتحصر الكاتب على زمان مضى كان الأب فيه محور الأسرة، هو الآمر، هو الناهي، هو الذي تجتمع عليه الأسرة، يعطف على أولاده وزوجته ويرعاهم ويسهر على تربيتهم تربية صالحة، فهو يعظهم وينصحهم ويجمعهم حوله، وهم يطيعونه في كل أمر فيعيشون في تناغم ورحمة وسعادة. إذن هذه الفكرة المقترحة لهذا النص. السؤال الثاني: كيف كانت سلطة الآباء في بيوتهم في الزمن الماضي؟ الجواب: كانت سلطة الآباء في بيوتهم سلطة مطلقة، أي ليس لها حدود، لا يراجع أحد في أمر، فهو الحاكم المطاع من جميع أهل البيت سواء زوجته أو أولاده. طبعا هذا الجواب تجدونه في السطر الأول من النص. السؤال الثالث يقول: هات مرادفات الكلمات التالية ووظفها في جمل من إنشائك. هذا السؤال بعض الأساتذة يسألون فيقولون اشرح الكلمات التالية، وآخرون يقولون هات مرادفات. فالفرق بين المرادف والشرح أن الشرح يمكن أن تشرحه له، أن تشرح للأستاذ في جملة أو في جملتين، لكن المرادف يجب أن يكون كلمة واحدة أو كلمتين. طبعا الفرق ما بين الجملة وبين الكلمات: الكلمة الأولى هي إجلال، الإجلال بمعنى التعظيم وبمعنى التقدير الشديد، نقول أجله أي أعظمه، يعظهم بمعنى ينصحهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، نقول وعظ الشيخ الناس أي نصحهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. السؤال الرابع يقول: حدد أركان التشبيه في العبارة التالية وسمي نوعه، الأب روح البيت. إذن أولا نشرحه فنقول الجواب: المشبه هو الأب والمشبه به هو روح البيت، المشبه هو الأب والمشبه به روح البيت. نوع التشبيه هو تشبيه بليغ، لأن الآلة ووجه الشبه محذوفان، فيقول الأب ليس، لم يقل الأب كروح البيت أو مثل روح البيت فحذفت الأداة، وحذف وجه الشبه، فقال الأب روح البيت، ولم يقل في ماذا روح البيت، هل في رعايته وحنوه على أبنائه أم في ماذا.
إذا حذفت الأداة مثل أو الكاف وحذف وجه الشبه، فإذا فهو تشبيه بليغ. السؤال الخامس، استخرج من السند حرف عطف وبين نوعه. طبعا حروف العطف هي الواو والفاء وثم وحروف أخرى، لكن هذه الثلاثية التي أبرز وهي أبرز الحروف. إذا الجملة تقول ينادي فيتسابق من في البيت، إذا الفاء هي حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب. عفوا، إذا الترتيب لماذا؟ لأن الأب ينادي أولا ثم بعد ذلك يتسابق من في البيت إليه، إذا فأفاد الترتيب النداء أولا ثم التسابق ثاني، وأفاد التعقيب أي مباشرة بعد أن نادى الأب تسابق من في البيت دون إطالة. إذا الفاء حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، إذا قلنا تفيد فنحن نعني الفاء، وإذا قلنا يفيد فنحن نعني الحرف. والجواب الصحيح. إذا السؤال السادس، الإعراب، اعرب ما تحته خطف السند. إذا لفا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره الثقل. هنا الثقل وليس التعذر، لأننا نستطيع أن نقول تجري، فأنت تقول الضمة لكنها ثقيلة على لسان الإنسان، ولذلك نقول هي للثقل وليس للتعذر. إذا رجعت إلى النص سوف تجد إعراب هكذا. إذا الكلمة الأولى هي لفا، تقول لفها الحياء لفا، لفها لفا، إذا لفا مفعول مطلق. السؤال الثاني تجري، أو الكلمة الثانية تجري، إذا تجري فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. إذا نكمل مع بقية الأسئلة. إنتاج المكتوب، رأيت أحد زملائك يبكي، ولما اقتربت منه عرفت أن عائلته مفككة تعيش في مشاكل كثيرة حرمته الكثير من الحنان. اكتب فقرة تذكره بقيمة الأسرة مبينا، إذا هنا المطلوب تبين أسباب استقرارها، أسباب استقرار الأسرة لا بد أن تذكرها، تركز عليه، ودور كل فرد في المحافظة عليه أي على الأسرة. إذا تبين أسباب استقرار الأسرة ودور الأفراد كل واحد لوحده. ماذا توظف؟ توظف المقصور أي الذي الاسم الذي ينتهي بألف مقصورة، والمنقوص أي الاسم الذي ينتهي بياء ثابتة أصلية، وتوظف تشبيها وتحترم علامات الوقف. إذا كان هذا هو كل شيء. إذا كان هناك أسئلة أو تعليقات فلا بأس أن تذكروها تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.